السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المختبر الأخير للمرحلة الرابعة Laboratory of Organic Pharmaceutical Chemistry. هذا المختبر بعنوان Assay of Ascorbic Acid. طبعا شفتوا كليتكم الظروف اللي صارت، أنه التعليم صار مدمج ويا دوب عندنا أسبوع واحد، فهذا المختبر ما راح نشتغله. راح نبلغكم الشغل بشنو راح يكون وأنزلكم البروسيجر كامل، وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم هو آخر يوم راح يكون آخر موعد أو آخر أسبوع نداوم بيه ونشتغل بيه. الأسبوع القادم راح يكون أيضا عندنا كويز بمختبر الريكليستلايزيشن ومختبر الكلورو بيوتانول. هذا الكويز راح يكون حضوري. أرجع للأسي أوف أسكوربيك أسيد، هذا مختبر بسيط جدا، ممكن أسوي لكم يعني إذا بقى وقت ممكن أسوي بيه كويز أونلاين. إذا بقى وقت يعني إذا قدرنا ممكن أسوي وممكن لا، يعني يجوز خياري أو يجوز لا. فهذا مختبر بسيط جدا، نبدأ بالمختبر. من أقول أسكوربيك أسيد أقصد بيه فيتامين سي. إذا تلاحظون هذا هو جنرال ستراكشر للفيتامين سي، ستراكشر جدا يشبه الجلوكوز، قريب من ستراكشر الجلوكوز. وأكو هاي الإتش اللي هي على اليسرى اللي صايرة هيك الداش إتش، هاي تلعب دور كلش مهم. يعني هاي الاتش هسه نشوف انه من اقول ال انانشومر اقصد هي هاي الاتش، لانه اذا كانت مو بهذا الشكل، اذا كانت صاعده لي فوق اللي هو الدي، هذا هو ما يعتبر فيتامين سي. The name of vitamin C always refer to L enantiomer of ascorbic acid. مثل ما قلنا يعني من نسمع فيتامين سي معناها انا اذا اقصد بال L enantiomer. انتو تعرفون اكو L واكو D. ال L نقصد بال liver rotatory وال D نقصد بال dextra rotatory. فمن اقول فيتامين سي معناها ال انانشومر للاسكوربيك اسيد. وايضا من اقول فيتامين سي اقصد بيه الاوكسيدايز فورم نوت الريديوس فورم. ذيرفور انليس ريتن، هذا انا ما اكتبها، يعني مجرد ما اقول اسكوربيت او اسكوربيك اسيد، اذا انا اقصد بيه ال اسكوربيت او ال اسكوربيك اسيد مو دي. هنا انا دا اوضح خالي الدائره على الاتش، اذا كانت الاتش ال اللي هو على اليسار، وإذا كانت دي اللي هي صاعدة لي فوق على اليمين، فالعلى اليسار هو المقصود به الفيتامين سي. الأسكوربيك أسيد بصورة عامة هو ويك شوكر، والستركتشر مالته يشبه الجلوكوز مثل ما قلنا هسه. بالبيولوجيكال سيستم أكيد هو من اسمه أسيد، فراح نشوفه باللو بي اتش، بينما إذا بالسوليوشن وكان البي اتش أبوف الفايف أكيد راح يكون أيونايز فورم لأنه هو أسيد. هذا هو الفيتامين سي وهذا هو الجلوكوز، نشوف انه يعني شلون الستركتشر قريب كلش على ستركتشر الجلوكوز ريليتد تو جلوكوز. اليوزز اوف فيتامين سي اكيد كلكم تعرفون، يعني من الصيدليات يجون يعني دائما الكومن كولد، يعني واحد يصير عنده هاي الزكام يستخدم الفيتامين سي، فاول استخدام له هو بالكومن كولد، والاستخدام الثاني للسكيرفي. طبعا بالكومن كولد الدوز مالته احنا يعني هسه بالصيدليات نعطيه 500 ملي جرام مرتين باليوم، يعني بعض المصادر تذكر من 200 الى 1000 ملي جرام بير داي، مضبوط. ايضا السكيرفي هسه راح نحكي على السكيرفي. السكيرفي هو داء الاسقربوط، بس بالبدايه انه يعني بس احب انوه على شغله، اذا شايفين يعني مرات بالافلام ذول اللي يطلعون هيك يسافرون بالبحر ومثلا فتره طويله هو بالبلم، لو هاي تبدي هيك شفته تنزف ويصير يعني بلادي جام، هاي بسبب النقص الفيتامين سي. يعني دائما يطلعوهم بالافلام او بالتقارير انه يعني هيك يوصل مرحله الشفته يطلع منها دم، هذا هو بسبب الفيتامين سي، وهذا هو هذا الديزيز نسميه السكيرفي. ذني اهم استخدامين، الاستخدامين البقيه هي يعني مو كلش مهمه. يعني هاي دراسه مثلا بال 2017 شافوا في الدراسه انه الكونسنتريشن مال فيتامين سي بالناس اللي عندهم الزهايمر ديزيز ويا الناس اللي ما عندهم الزهايمر ديزيز، فشافوا انه اللي عندهم الزهايمر ديزيز الكونسليشن مالته قليل واللي ما عنده الكونسليشن عالي. يعني هاي سيستميك ريفيو ما نقدر نعتمد عليها كلش، بس هي دراسه توضح تقول انه يعني اذا من البدايه استخدامك للفيتامين سي بصوره منتظمه وتركيزه بداخل الجسم يعني بالنورمال ليفل، فيعني راح يقلل من الاصابه بالالزهايمر ديزيز. والاستخدام الاخير هو تريتمنت اوف سم تايبس اوف كانسر. اكيد هسه اذا نبحث بالجوجل سكولر نكتب فيتامين سي فور تريتمنت اوف كانسر راح نلقى، بس يعني هذا ما نقدر نعتمد عليه يعني اعتماد كلش كبير، بس نلقى انه عند بعض الاستخدامات للكانسر. الاسكيرفي، شنو هو الاسكيرفي؟ من اقول اسكيرفي معناها انه انا عندي لاك اوف فيتامين سي او فيتامين سي ديفيشنسي.
الأعراض البدائية مالته إنه الواحد راح يحس بنحول ويحس نفسه تعبان وإيده ورجله توجعه، بس إذا ظل without treatment راح يبدي راح يصير عنده decrease بالريد بلاس سيلز gum disease. الجم ديزيز هو اللي قلت عليه هذا، راح يصير عنده يعني شعره يقوم يوقع، السكن مالته إنه ممكن يصير بيه bleeding. هاي بعض الصور للأشخاص مصابين بالسكيرفي، فتوضح إنه يعني شلون الجم ديزيز شلون يعني شفته أو لفته تبدي تصير بلادي. هاي هي السورم arm أو legs. physical properties. الفيتامين سي طبعا أول شيء راح ناخذ هسه لونه، اللون مالته هو أبيض إلى أصفر يعني slightly yellow crystal or powder. in a dry state ascorbic acid is reasonably stable at air. إذا كان بحالة الـ dry state هو stable بالـ air، بس بالـ solution rapidly oxidize in the presence of air، فيصير له أكسدة بس أخليه بـ solution راح يتأكسد. طبعا الرياكشن مالتي كتلايز باي تريسز اوف ميتالز سبيشالي كوبر، لانه يعني اقدر اسرع الرياكشن مالتي. if the medium is alkaline on exposure to air and light is generally darkness. اكيد اللون مالته راح يبدي يتغير يصير اطوخ على برتقالي بس الميديوم مجرد ما يصير الكالاين. ascorbic acid is converted to dehydroascorbic acid if it is oxidized. ذات اكسد راح يتحول الى دي هيدرو اسكوربيك اسيد، مثل هسه هنا بنلاحظ بالستركتشر الاسكوربيك اسيد هو على اليسار، اذا لاحظ على اليسار اكو او اتشات اثنين، هاي الاو اتشات اثنين راح يصير كربونيل، هذا هو الدي هيدرو اسكوربيك اسيد. دي هيدرو يعني منقوص الاتش. اسكوربيك اسيد reduces the iodate into iodide. then iodide is oxidized. يعني الاسكوربيك اسيد طبعا هسه اكو معادله بعد هذا السلايد، هاي ما مطلوبه من عندكم، يعني هاي لو احنا مداومين وبالمختبر ماخذيها كان طلبتها من عندكم. ف الاسكوربيك اسيد راح يسوي ريدكشن للايودايت انتو ايودايت، then الايودايت از اوكسيدايز راح يصير لاكسده باي مور ايودايت، first فري ايودين then ايودين تو مونوكلورايد. هاي بس دا توضح السيكونس اللي راح يمر بها، واهم شيء اهم شيء انه لازم تكون الميديا كونسنتريتد، يعني هاي اللي اسيدك ميديا الاتش سي ال اللي نستخدمه يكون كونسنتريتد، ديليوتد ما نستخدمه، هاي جدا مهمه، هاي مطلوبه منكم. بس كمعادله يعني المعادلات واشتقاقها هاي ما راح اطلبها من عندكم. هاي هي المعادلات، انا كاتب بالاخير هوم وورك الكيميكال فاكتور، ما اريده، ما اريد تطلعوا لي الهوم وورك، يعني هذا المختبر بدون هوم وورك. فاذا لاحظ يعني هنا رقم واحد بس اوضح لكم اياه، انه الاسكوربيك اسيد بلس ايودايت راح يسوي له راح يحوله الى ايودايت، هي هاي يعني اللي كان مقصود بها. ايودايت سوليوشن ار يوجوالي اكسبريس ان تيرم اوف مولاريتي انستيد اوف ذا مور يوجوالي نورماليتي. يعني احنا هنا من حنستخدم بالمختبر احنا لو مشتغليها كان شفتوا انه احنا نستخدم يعني مصطلح مولاريتي للايودايت سوليوشن، ما نستخدم نورماليتي، ليش؟ يعني هذا سؤال جدا مهم، ليش انه انا دا استخدم هنا مولاريتي ما دا استخدم نورماليتي؟ لانه البوتاسيوم ايودايت سوليوشن از اوفن يوزد ان ذا تايتريشن سوليوشن كونتيننج بوث ايودايت اند فري ايودين. البوتاسيوم ايودايت اللي دا استخدمه دا استخدم السوليوشن باثنيناتهن الايودايت والايودين. زين الايكوفالنت اوف ذا بوتاسيوم ايودايت ان اتس رياكشن وذ كي اي از ديفرنت فروم ذا ايكوفالنت when considered with the reaction with iodine. يعني هنا اجي على number of equivalent راح يكون مختلف مال الايوديت بالرياكشن ويا الكي اي او ويا الايودين، فلهذا السبب لانه الايكوفالنت يعني النمبر مالتي مختلف انا ما اقدر استخدم نورماليتي راح استخدم مولاريتي. هذا هو الجواب مال السؤال. الكيميكال برنسبل مالتنا يعني يعني شغلنا هو بصورة عامة هي هاي المعادلة مالت الاسكوربيك اسيد ويا الاتش اي او 3 ويا الاتش سي ال، طبعا كونسنتريتد اتش سي ال، وراح يعطينا هذا الناتج سي 6 اتش 6 او 6 3 اتش 2 او اند اي سي ال. البروسيجر ما راح احكي بيه لان احنا ما راح نشتغل التجربة، بس هنا راح يعني اكو كم سؤال، يعني بالبروسيجر اني راح استخدم كلوروفورم، ليش راح استخدم كلوروفورم؟ راح اجاوب عليها بعدين. ليش اسوي شيكينج فيجرسلي؟ شلون اعرف ان انا وصلت للاند بوينت؟ يعني هاي الاشياء جدا مهمه، يعني هنا اسالكم ان انا ليش استخدمت الكلوروفورم؟ اكيد استخدمته كانديكيتر، راح نشوف. The chloroform is used in this essay as solvent and indicator. اثنيناتهم يعني استخدمته كسولفنت
وكإنديكيتر راح يعطيني يعني يحول لي اللون إلى violet or pink color. The end point when the iodine is converted to iodine monochloride. يعني شلون أنا أعرف الـ end point؟ أنه الـ violet أو الـ pink color راح يتحول إلى colorless. اللي هو الايودين تحول الى الايودين مونوكلورايد. ليش اسوي شيكينج فيجرسلي تو اكستراكت ذا ايودين انتو ذا كلوروفورمك لاير ويتش جيف ذا فايولت كلر؟ هاي هي يعني النقاط المتعلقه بالبروسيجر، جدا مهمه ومطلوبه من عندكم. ثانك يو فيري ماتش.